تجضو نجم يناديني لين ظلم الدنيا يوسميني يا أول الأفراح في عيني لما تفرح وياك تكفيني شربنا الليل والونة لدر المحبة في العمر سنة انت البلد واهل البلد احنا ما في هوى من غير اثنين عشنا وان الارض احملنا من يوم واحنا صغار تحملنا ما في مثل هالارض عزيني داريني رفعيني ارفع راسك فوق الغيب العالي ولم طفى نورك انتي حلمنا وانتي سندنا انتي املنا يا وعدنا الغالي تجن على راسي يا بحرين مساكم الله بالخير والنور والسرور والشوارع جميلة وافتتاحياتنا حلوة وطنية جدا والأحوال الجوية بعد الحمد لله كلها جميلة والقلوب صافية وباكر إن شاء الله عيدنا الوطني وأحد أهم أفراحنا فرحنا بأن احنا البحرينيين أهل الحضارة والتاريخ نفرح بأن احنا بدأنا في بناء وطننا في هذه اليوم في تاريخه العيد الوطني ترى يا جماعة هو احتفال بميلاد مجتمع مجتمع انولد متماسك ميود يد بعضه بعض لبناء بلده. طبعا انا كالعاده لازم ابلش معاكم في فقره عامه عن ظواهر عامه في المجتمع. وانا جاي طبعا كان الشارع طريق شوي فاضي وشوي زحمه يعني مثل البورصه اللي تكلمنا عنها من فتره. تارجح بين زحمه وبين فاضي، كنت اتفكر وانا جاي واتدبر في حال الدنيا في حال البشر. وتذكر قصة رمزية يا جماعة في عن مجموعة من شباب رابع يمشون مع بعض شكتش بك واحد فيهم طاح في حفرة حاولوا يطلعونه ما قدروا وآخرتها قالوا له أنت خليك هني إحنا بنروح بني خليك هني وين هو طايح في حفرة ما عنده مكان ثاني روحه. الحفرة هي قصة رمزية قد تكون عن أي توهيقة تتوهقها في حياتك، قد تكون هاي الحفرة هي عبارة عن قرار أنت اخترته في حياتك وحكم عليك إلى نهاية عمرك تبقى فيه، أو الحفرة تعبر عن علاقة مع زميل صديق أو مشروع أو أي شيء يقولون لك خليك هني إحنا بنروح وبني وانت قاعد في حفرة. الحفرة هي رمزية ذكرتني بغرقان كل ما ياتي موية قوية ما يقاومها ولا يوقف ضدها يمشي معاها أو على الأقل يمشي حذاها يحاول يوازن الأمور. البناي لما يبني البيت لازم 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 يكون عنده يا جماعة قبان. تعرفون القبان؟ ماري عيال هالأيام يعرفونه ولا لا؟ كل ما يسوي شيء يدوزن الطابوق يضبط المساح يضبط السميت. وانت أيضا لازم توزن الأمور أوزن أمور حياتك. لا تلهف القيل والقال ولا تكثر من السؤال. لا تهمل هواياتك على حساب أولوياتك ولا تهمل حياتك والشيء اللي أنت تحبه وبتبدع فيه لأن فلان أو فلان قالوا لك أو قالوا عنك. خل عندك قبانك واضبط حياتك لا يصير مايل لا يغشونك ولا يديرون لك أمورك. إبراهيم اللي تقوله يحتاج صبر يحتاج قوة تحمل. يعني أي مجال في الحياة في اللي يحفر في اللي يوقف قدام يعني في طريق الشخص الناجح
وكل ما احنا نشوف هالايام يعني شخص ناجح شخص كبير في لقاء ولا مقابله ولا شيء نشوف انه واجهته مصاعب واجهته هوايل علشان هو يقدر يوصل ووقف قدامها انسان قوي ومسك قبانه وقدر يوازن بين اموره ويمكن خسر وايد اشياء في حياته علشان يقدر يوصل حق الشيء اللي هو فيه يقدر يضبط دقمه القبان. صح. الدقمه لازم تكون في الوسط. تعرف ابراهيم احيانا الواحد يحتاج ياخذ خطوه وراء علشان ينطلق قدام اقوى مثل الشخص اللي يجري في الماراثون ياخذ خطوه وراء ويرجع بعدين ينطلق باقوى سرعه. المهم في ذي كله ابراهيم ان الواحد لازم يحافظ على صورته ولا يخلي اي ظرف ياثر على خطواته على شخصيته على موهبته اللي خلت الناس تحبه وخلته شخص متميز لدرجه انه في وايد ناس تحبه في وايد ناس توقف في وجهه في وايد ناس تحفر له علشان يوقف هذا التميز يوقف هذا النجاح لان احيانا في ناس يوصلون فوق 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 ما يقدر يوصل اعلى من كذي. شو يسوي؟ نزل اللي تحته علشان هو يبقى السهم فوق. عشان ينطلق اقوى بعد لازم يرجع على ورا. احنا نكدنا شوي اليوم على المشاهدين انا وانت بس احنا بنوعدكم الساعه والربع الجايه نوعدكم تكون مليئه بالفرح مليئه بالاحتفال. اليوم احنا يوم الخميس المفروض ما في برنامج الراي لكن الراي اليوم بمناسبه العيد الوطني وهالمناسبه العزيزه هالمناسبه الاستثنائيه اللي كل سنه تتجدد عندنا مشاعر الحب الولاء كل سنه في ديسمبر لولو يعني دمع عيوننا واحنا من شوي قاعدين نسمع الاغنيه الوطنيه يمكن ما سولفنا كثر ما رددنا الاغنيه وغنيناها وسولفنا عن 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 الاغاني الوطنيه. بالفعل احنا قاعدين نحتفل باعياد وطنيه واحد يعني احتفال ورا الثاني. مساكم الله بالخير والسرور لان اليوم استثنائي مثل ما قالت ساره وهي الحلقه استثنائيه والاحتفال باعيادنا الوطنيه تار سديره ومظاهر الفرح في كل مكان. اليوم انا قررت ان انا اروح مع عيالي مدرستهم اللي احتفلت مثل باقي مدارس البحرين بالاعياد الوطنيه. والله اني ما تخيلت اني راح استمتع هالكثر. مزيج من براءه الطفوله بالوطنيه، يعني تعطيك هالخلطه طفوله ووطنيه، فعلا كانوا يعني منظر رائع. كانوا الصغار لابسين ثياب النشل والثوب والقمصان البيضاء والحمراء وكانوا يتقنون ويرقصون على انقام الموسيقى الوطنيه، وكانوا يعبرون عن وطنيتهم بشكل عفوي. احلى شيء للامانه نظره العزه والرفعه اللي كانت في عيون الطلبه وهم يتغنون بالاغاني الوطنيه. وبعد من المواقف اللي لفتت نظري مشاركه الطلبه الاجانب معانا، كان في صغار اجانب لابسين ثياب بحرينيه وقاعدين يشاركون فرحتنا. هذه الاحتفالات فعلا تعزز المواطنه ولازم كلش ما نتهاون فيها، بل بالعكس لازم نحيي كل احتفالاتنا الوطنيه لان هي لها دور كبير في تعزيز المواطنه. الله يديم علينا الافراح دوم وديم على ديرتنا وعلى قيادتنا الخير والامن والامان. يعني كان موقف آمين. فعلا جميل اليوم. اللهم امين. ومهما تزينا ومهما طغى اللون الحمر والابيض معاه، مهما طغوا على زيناتنا اللي زينا فيها سيايرنا بيوتنا ملابسنا اشيائنا كلها، لا يمكن انها تعبر عن 1% من اللي في قلوبنا للبحرين. انا بس بقول شغله، يعني الاعياد الوطنيه هي صحيح هي الاحتفاء بالوطن للاعتزاز فيه، نجدد من خلالها ولائنا وانتمائنا ونراجع نفسنا فيه احنا شنو قدمنا للوطن، اللي قدمناه يكفي او لا. في قناعه لازم يعني لازم نرسخها في اذهاننا وهي ان مهما قدمنا وعطينا للديره ما نكفي ولا نوفي. ليش هالقناعه؟ عشان ما تحس في يوم من الايام انك قصرت. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليك بالخلد نفسي. ناخذ العناوين ونرجع نكمل لكم. يقول المثل الجغرافيا ثابتة فالتاريخ يعيد نفسه، يعني هذا هي الأرض هي الجبال والسهول وذي كلها فيها، فالتاريخ تاريخ البشر دائما يعيد نفسه ويتكرر. لذلك لا يجب أن نتعلم وايد من التاريخ، وما في شيء يحفظ التاريخ أكثر من المتاحف. المتاحف تعكس حضارة الإنسان، تاريخه، أصله وفصله، أشغاله، كفاحه في الحياة. لما تشوف أن من بنوا هذا البلد قاوموا هذه المصاعب
عشان تكون أنت موجود اليوم في مكانك، آمن في حياتك، معافاً في بدنك، تعيش حياتك باطمئنان وسلام. صحيح إبراهيم، تاريخنا لا فضل علينا، تاريخنا بالأمس وحاضرنا اليوم ومستقبلنا لأنه مبني على بعضه. حقبنا التاريخية هي الشاهد على أصالتنا، ومن المهم أن احنا نحافظ عليها عشان أجيالنا المتعاقبة يعرفون من هما وشنو تاريخهم، لأن بمجرد أنهم يزورون موقع أثري أو متحف وطني راح ينبت في داخلهم شعور العزة والفخر، وفي نفس الوقت راح يحسون بالمسؤولية الوطنية، وهي أن لازم أكمل وواصل في بنائي الحضاري اللي حطوا لبناته الأجداد من سالف الدهر، ومن يهمل تاريخه وماضيه راح يجهل ما هو عليه اليوم ويحس أنه نكرة. لازم نذكر أنفسنا، لازم نزور متاحفنا مرة ومرتين وثلاث، واللي طلعنا برا نسولف عنها وندعو الناس لها، نصير كلنا مرشدين لثقافة بلدنا. عندنا تقرير بسيط، نشوف التقرير ونرجع مع ضيوفنا. عزمنا على البحرين في آخر الشهر، آخر صفر الخير فتحنا بوابها. ما هي مجرد لوحات ولا كلمات، هي ملاحم سطروها أبطال من تاريخ البحرين بقيادة حكامها من ماضي الأزمان، والديرة محروسة بقوة باسهم وبحد سيوفهم وبروس تفجانهم، وعلى صحوة كحيلة وعبيان دافعوا عن حدود الوطن، عن البحرين ديرة العزيزين. حكامها الكرام ظلت الديرة بأمن وأمان، وكل حاكم بعهده صان السيادة ورسخها. ومع مرور الوقت والتطور تطوروا الفرسان وتكونت نواة أول قوة نظامية تحت اسم الحرس الوطني، وخذت تتطور وتزيد تطور إلين ما تحول مسماها إلى قوة دفاع البحرين، وعلى نفس المبادئ الأولية دفاع عن الوطن ضد أي تهديد خارجي بر. والبحر سلاح الحرب ما وجد إلا لحماية سلاح العلم وحضارة البحرين والحماية الإنسان البحريني اللي من صار على الدنيا وهو يجد ويجتهد ويعمل في كل الميادين. واليومنا اللي نعيشه وحضارتنا ومكتسباتنا لابد أن احنا نحميها، وإذا حاضرنا ما علمنا ماضينا يعلمنا، ومن كذي استوت متاحة. هني زميلي بسام على هذا التقرير، رائع جدا صراحة. معنا ضيوفنا في الاستوديو العقيد ركن بحري إبراهيم خميس هزيم مدير المتحف العسكري، والدكتور عبد العزيز صويلح عضو جمعية تاريخ وآثار البحرين
مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. الله بالخير. الله يعود علينا العيد الوطني إن شاء الله كل سنة. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. حياكم الله معنا في الراي ونبارك لكم أيضا نهنيكم مناسبة أعيادنا الوطنية ساعة العقيد. يعني نشكركم على إتاحتكم الفرصة إن إحنا يعني في متحف العسكري إن إحنا قدرنا إن ناخذ هذه الجانب أو الجوانب من المتحف العسكري. هو صحيح يعني طول العمر إن المتحف حديث النشأ، المبنى نفسه حديث النشأ، لكن ما يحتوي تاريخ كبير، يعني تاريخ العسكري للبحرين من العصور الأولية إلى آخر مراحل من تأسيس قوة الدفاع البحرين. ساعة العقيد يعني لو تحدثنا عن دور المتحف العسكري الآن في تعزيز يعني تعزيز روح الانتماء والولاء عند العامة وعند الشعب البحريني ككل. طبعا من مهام رئيسية للمتحف العسكري كان تعزيز الولاء في لشعب البحرين أو لنشء جديد للبحرين. طبعا المتحف العسكري فتح أبوابه لجميع فئات الشعب ويركز على النشء الصغير أو النشء المبتدأ الآن. هاي النشء هو تغرس فيه حب، طبعا الحب هو اللي يصنع الولاء، الحب هو اللي يصنع الإعجاب، يصنع الانتماء لهذه المؤسسة أو لهذا الوطن. طبعا احنا كرسنا جهودنا لتبسيط المعلومة تكون مشوقة. الشخص الزائر اللي يجينا من جميع الفئات نوصل لفهمه بحيث أن لما يطلع من المتحف يطلع بمعلومة ترفع من ولائه، ترفع من حبه لهذا الوطن. في هذه من هذه المجالات احنا قدرنا نوصل لهذه النقاط الرئيسية في تعزيز الولاء للوطن، خصوصا ان في ذاك اليوم يعني هو يوم امس اللي كنا موجودين كانوا في تقريبا عدد طلبة المدارس اللي كانوا حاضرين في المتحف تقريبا 150 طالب، فاذا بنحسبها على مدى ايام فراح يكون عدد كبير. يعني فشنو كان شنو عادة ردود أفعالهم يعني الطلبة اللي يزورونكم بشكل يومي في المتحف؟ إحنا الحمد لله نستقبل من الطلبة حوالي 100 إلى 150 طالب يومياً. وحتى الجدول عندنا اليومي وايد مزدحم، إحنا نأجل المدارس لازدحام الجدول. طبعاً هاي كلها يدل على اهتمام المدارس والطلبة والمسؤولين عن الطلبة والتربية وزارة التربية لتعليم النشء هذه الثقافة أو هذه الحضارة أو هذه الموروث الوطني. طبعا ما تتصور أنت شنو ردود الفعل الطالب لما يشوف الشيء عن حقيقة. هو كان يدرس تاريخ البحرين، بس لما يشوف هذه الحجم من الرسومات اللي تجسد المعارك واللي تعطي صورة حقيقية أو شبه حقيقية للمعركة، هذه الصورة ما ينساها. هاي الصورة ترسخ في ذاته. هاي الصورة تعزز من فخره بهاي البلد، فخره بهذه الناس اللي ضحت لاستقرار هذه البلد. الطالب لما يجي ويشوف السلاح قدامه، السلاح ممكن يلمسه، كان يشوفه في الألعاب، كان يشوفه في التلفزيون، لكن لما يجي ويشوفه ويفتخر بهاي المؤسسة، يفتخر بهاي البلد، يشوف ان هذا السلاح اللي يعني دافع عن الوطن ودافع عن ديرته. طبعاً الأسلحة اللي هي موجودة طبعاً هي اللي يعني ساهمت على مدى يعني العقود هذه في الدفاع عن الوطن، وأيضاً يعني في المشاركة في يعني التدريبات والتمارين العسكرية كذلك، يعني بمشاركة أيضاً دول الخليج، وأيضاً كان هناك ركن أيضاً
حرب تحرير الكويت كذلك. نعم نعم، شاركت قوات دفاع البحرين في تحرير الكويت. نعم, نعم صحيح. نعم. دكتور عبد العزيز، كونك متخصص في الآثار وزرت يعني دول كثيرة، واعتقد توك جاي من رحلة أيضا في أفريقيا حسب ما سمعنا من جمعية آثار تاريخ البحرين، الحين في ظل العولمة والتاريخ الإنساني المشترك وانطلاق مفاهيم عالمية مثل المواطنة العالمية، هل تأيد المتاحف اللي تكون يعني تحتوي على آثار عالمية؟ يعني هل هذه لتجذب الجمهور أكثر؟ في بعض الدول تكون متاحفها فيها آثار للعالم كله، وبعض الدول تكون متاحفها خاصة فيها، أيهم اللي أفضل واللي يزرع الهوية فيهم أكثر؟ في البداية أنا أشكركم على هذه الاستضافة، وطبعاً المتاحف كل ما كانت معروضاتها وطنية أو من ضمن مكتشفات محلية جسدت الهوية الوطنية وكشفت تاريخ البلد. فإحنا عندما نتحدث مثلاً عن متحف البحرين الوطني فهو يعطينا التصور واضح من خلال مختلف معروضاته عن مختلف المراحل التاريخية اللي أسهمت فيها مملكة البحرين في عموم المسيرة الحضارية الإنسانية. صحيح. فحضارة البحرين حضارة طبعاً موقلة في القدم، ومتحف البحرين بمعروضاته التي تجسد مختلف الفترات التاريخية، أنا عندي يعني المتاحف اللي من هذا النوع الوطنية هي يعني من خلال مضامين معروضات يعني تعطي الهوية أو توضح الهوية الوطنية. طبعا هناك متاحف طبعا خارجية أو المتاحف اللي طبعا أغلب مقتنياتها تكون مقتنيات مشترى بالضبط، يعني هذه المتاحف يعني لا تسهم لكن تنمي الثقافة، الثقافة العامة، الثقافة العامة. لكن ثقافة اللي تحسسك بأن لك جذور تاريخية موغلة في القدم هي ما يعرض في متحفك الوطني. متحف البحرين الوطني يعني مختلف معروضاته من مكتشفات البحرين، مواقع البحرين الأثرية. فيعني أنا في هذه المتاحف الوطنية. هل تأيد المتاحف الأوبن تو إير مثل بالنبرغ اللي مثلا في سويسرا يحطون لك في الكوخ القديم يعيش فيه واحد، تروح تدخل عليه قاعد يطبخ الشوربة في الجدر العود، هل هذه هي الأفضل ولا المتاحف اللي يعني مثل اللي نشوفها الأخوان مقتنيات وإذا بيحطون تمثيل يعني يحطون مثلا تمثال شمع مثلاً؟ نعم. شنو الأفضل الآن في عالم؟ هو أول الاثنين، أول الاثنين يفيدون يعني أي. يفيدون الزائر طبعاً. المقتنيات الأثرية القديمة نعم. النادرة هذه ما يمكن تتركها مفتوح للعبث يعني مرات بس يعني جزء من المتاحف هو عرض سلوكيات المجتمع. نعم نعم. إحنا عندنا في متحف البحرين الوطني على سبيل المثال قاعة التراث الشعبي فيه معروضات حية يعني، لكن الآثار القديمة ترى صعوبة أن تعرضها مفتوحة للجمهور. الآثار القديمة تتعرض إلى تأثيرات البيئة، لذلك لازم تحفظ وتعرض في أجواء مناسبة. صحيح. يعني إحنا ما هو متبع في متحف البحرين أسلوب ممتاز يعني يتناسب مع قيمة هذه الآثار المعروضة فيها، لكن على مستوى التراث على مستوى يعني وجود البديل ممكن تعمل يعني تعرض آثار. يعني إحنا كان عندنا في متحف البحرين الوطني للأسف يعني الآن محي من المتحف، كان عندنا متحف الطفل سميناه، وهذا متحف الطفل سوينا يعني مستنسخات نسخ من الآثار الموجودة، وكان الأطفال يجون ويقلدونها بعد يعني يعملون نماذج لها يعني نفس النماذج الموجودة اللي موجودة لكن عرضناها لكن تقليد عليها. فهذه أنت لابد تتبع هذا الأسلوب اللي الأخوان في المتحف العسكري يعني أنا سعدت بهذه المعلومة إن المعروضات مفتوحة حتى يكون زائر المتحف خصوصا الأطفال اللي في مرحلة نمو الوعي ونمو الذاكرة والثقافة يعني معروضاتهم مفتوحة، ممكن تلمس القطعة، ممكن تيود السلاح اللي ما يعني شفته في الأفلام والمسلسلات
هني انت قاعد تتعايش مع القطعة المعروضة، وهذا اسلوب حديث في العرض المتحفي، وهذه انا هنيهم على هذا الاسلوب في عرض عروض متحف المتحف العسكري. يعني احنا عندنا بعض العروض في متحف البحرين الوطني، يعني عايشناها هذيك السنوات اللي طبعا كنا يعني محسوبين على إدارة المتاحف والآثار، عرضنا بعض الآثار بهذه الطريقة، وكان عندنا أيضا عروض يعني تواكب عمليات التنقيب والاكتشاف. الآن هذه الأمور اختفت للأسف الشديد، وإحنا طبعا الآن في أمس الحاجة للعودة للتاريخ، لأن تاريخ البحرين تاريخ حافل طبعا يجسد التعايش السلمي من على احسن اوجه. تكلم عن حضاره عمرها 5000 سنه، 5000 سنه ولعبت دور كبير في خلق تواصل. دكتور تكلم عن اصغر دوله في العالم عمرها اكثر من عمر امريكا. نعم 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 البحرين يعني نعم. فخرنا احنا ان نعيش على اصغر دوله في العالم، نعم، مع موارد قد تكون قليله مقارنه بحجم التحديات اللي احنا نعيشها، نعم، وقيادتها حافظه هاي البلد في عمر اكثر من عمر امريكا. صحيح. فتخيل انت شلون يعني انت مريت بكل هذه الظروف اللي انت مريت عليها، والى الان الحمد لله رب العالمين انت عايش في افضل عيشه. صحيح ابراهيم. نعم. انا برجع اكد دكتور على نقطه طريقه العرض. التحفه موجوده والاثار موجوده، ولكن طريقه العرض للأمان، وانا هالشيء يعني شفته ولمسته في المتحف العسكري. المتحف العسكري في حداثه حتى في طريقه العرض، مؤثرات صوتيه تسمعها كذلك، ايضا في طريقه توزيع الاضاءه. هذه الحيثيات جدا مهمه في طريقه العرض، يعني بما يتناسب مع اللي معروض. فانا برجع سعادة العقيد معاك، يعني لو تكلمنا اكثر، يعني الحين بما ان احنا متزامنين مع الاعياد الوطنيه، تحدثنا عن الفعاليات اللي راح تقدمونها مثلا في ايام الاعياد الوطنيه. طبعا ان شاء الله في العيد الوطني تاريخ 16/17 راح يفتح المتحف امام جميع افراد الشعب، وبيكون الافتتاح من الساعة 9 صباحا لساعة 5 مساء. وبتحيي في هذه الأيام تحيي الفرقة الموسيقية لقوى الدفاع البحرين. تقدم بعض الفقرات الموسيقية العسكرية. بيفتح عندنا مرسم للطفل الصغير أو للطفل المشارك. هذه يعطي الطفل اللي ممكن يبي يشارك، تعطيه الفرصة للتعبير عن مدى حبه لهذا الوطن، ممكن مدى شعوره بيوم الشهيد. نبي يعني مو معناته بس يوم الشهيد، لما نتكلم عن يوم الشهيد مجرد كلام، نبي هو يعبر ويفكر ايش معنى الشهيد. صحيح. ايش معنى يوم الشهيد؟ من هو الشهيد؟ حق من راح الشهيد؟ فسمينا احنا هاي الفقره سميناها من اجل البحرين. نعم. فهاي بعض هذه في الايام اللي هي الانشطه اللي بتكون في ايام العيد. طبعا هو يعني استثنائيه هذه الايام، يعني هي ايام استثنائيه. نعم. اللي هو الجمعه والسبت، يعني في الجمعه والسبت. نعم. اما الايام العاديه هو يفتح المتحف طول ايام الاسبوع، طول ايام الاسبوع من السبت للجمعه. هذه بادره طيبه منكم. نعم. يعني سعاده العقيد. دكتور بالنسبه الان في مثل ما تفضل سعاده العقيد، انه التثبيت هذه خاصة في ذهن الأطفال يصنع فيهم هوية ويغرس فيهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي تغرس الهوية في الأطفال هي القصص الشعبية. نعم. القصص الشعبية احنا أما نشوفها دراما وأما نقراها في كتب. نعم. أي عاد أنا ما أدري قصة الفارس الملثم شعبية ولا شعبية، ما أعرف، بس انتشرت ذاك الوقت. شنو الشيء اللي في المتاحف، يعني هل في آليات الآن في المتاحف العالمية توثق القصص الشعبية حق الشعوب، ولما يزور الطفل المتحف تعرف على القصص الشعبية اللي كانت موجودة؟ هو المفروض يكون مثل ما تفضلت، يكون في يعني توثيق. احنا في المتحف يعني في السنوات يعني قبل 10 سنوات كان عندنا قسم التراث الشعبي. نعم. وكان عندنا متحف للتراث الشعبي مميز في الخليج كله، اللي هو كان مبنى المحاكم القديم. نعم. وللأسف
يعني بقدرة قادر هذا المتحف. أنت الله يحفظك كتبك، أنت عندك لك كتب كثيرة وإصدارات. نعم، هل نعم. عالجت يعني، هل فكرت تحط أفكار معينة لتثبيت هاي القصص؟ أو من اطلاعك على متاحف أخرى يعني مثلا؟ لا يكون في سينما. أنا عندي مجموعة قصصية واحدة يعني. نعم. لكن هذه المجموعة طبعا مهمة جدا، لأن أنا استقيت من أفواه الرواة. نعم. اللي أغلبهم اللي سجلت من عندهم الله خذ أمانتهم. أيه. وهو طبعا هذا الموروث الثقافي مهم جدا. أيه. لأن أنت في ذلك الوقت يعني أيام هذه القصص الشعبية. نعم. عندما كانت تروى من قبل الجدات وال صحيح. يعني أبهاتنا الكبار السن، ما كان في تلفزيون، ما كان المجال الوحيد للتسلية وأخذ العبرة كان عند الجدات. صحيح. والجدود يقعدون ويحازون الأطفال. نعم. هذه القصص والحزاوي اللي طبعا أنا هني طبعا أخونا راشد. أيه. الجودة. نعم. اللي قام بدور كبير في توثيقها بالتعاون مع التلفزيون وعدوها في مسلسلات. نعم. شيء جيد يعني. هذه كلها احنا الآن في هذا الوقت في هذه لهذه الظروف اللي تعيش المنطقة بشكل عام نحتاج العودة لهذه هذا الموروث. نعم. الثقافي، القصص الشعبية، توثيقها، إعدادها في مسلسلات، إعدادها في برامج. صدق دكتور لو تدرس. نعم. القصة الشعبية تدرسها من ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية تقدر. نعم. تحلل شخصية المجتمع في ذاك الوقت. صحيح. يعني صحيح. تقدر تقول مثلا قصة يعني مثلا يقولون عن روبن هود يعتبر بالنسبة لهم قصة شعبية. نعم. لما يبتكر المجتمع شخصية مثل هذه، شخصية تنقذ المجتمع من أخطار معينة، دي مجتمع يعيش كبت. نعم. نعم. يقول لك حتى أحيانا القصص الشعبية اللي فيها كذب. نعم. الكذب. نعم. حتى الكذب يحلل. فاحنا نحتاج الى ندعو الى كل حتى العلماء، علماء الاجتماع، علماء علم النفس، يجون يحللون قصصنا الشعبيه عشان نعرف مجتمعنا لما ابتكر هذه القصه شنو كانت الظروف اللي كان يعيشها. يعني تلقى اكيد في قصه شعبيه تروى لها علاقه بالبحر مثلا، بسنت الطابعه، بسنت باشياء كثيره موجوده. اي في هو كل قصه شعبيه تجد في ضمن سياق عرضها تجد فيه كثير من القضايا التي تطرح ممكن توظفها تمثل مرحلة تاريخية. مثل قصة سرور. مثل قصة سرور. يعني أنا ضمن القصص اللي في الكتاب اللي عديته. أينا. قصة موسى هاي شخصية. أي. من الشخصيات الأول كان في فتوات في الفرجان. أي نعم. أي أي. هذه شخصية أيضا شخصية موسى أنا. تعرض يعني أحد القصص اللي جمعته شخصية هذا الرجل. أي. موسى. أي. الأول كان من ضمن الحوادث. أي نعم. كان طبعا قضية ليلة في رمضان في الليل. نعم. كان عندنا المقصب. اي وتعرفون قصص المقصب مرات يشرد من عندهم ثور. أي. يعني فهذه القصة تدور حول هذا الرجل. نعم. اللي كان له دور كبير جدا في معالجة مسألة مثلا قضية مثل هذه القضايا. المهم يعني حتى ما نطلع عن الإطار دي، انا اقول الان احنا في امس الحاجة للعودة إلى موروثنا الثقافي، لأن حتى الآن مع الانفتاح الغير طبيعي الآن ما تقدر تضبط ثقافتك المحلية. صحيح. بدأت تدخل عليك ثقافات يعني متنوعة من خلال شبكات التواصل والإذاعات والتلفزيون. نعم. لذلك الآن على الجهات المسؤولة عن الثقافة بشكل خاص. نعم. والتعليم أيضا التمسك بهذه الجذور. صحيح. وغرسها في أبناء يعني الجيل هذا الشباب البعيدين عن هذه الآن يعني حتى مسألة العادات اختلفت وضاعت. صحيح. فيجب أنت على دور الجهات المسؤولة الآن أن تقوم بدور كبير جدا في توثيق هذه الحزاوي وأيضا لابد أيضا هذه الحزاوي والقصص الشعبية. نعم. طبعا من خلال مختصين نختار بعضها وندخلها في مناهج التعليم. طبعا يعني حتى تكون يعني قصص تتداول ما بين الشباب والجيل هذا الناشئ. صحيح. اللي الآن بتدي يقتبس أفكار ويروح قصص وروايات. نعم. بعيدة عن الواقع. وبعدين احنا
الطيب اللي فينا احنا لهجتنا جميلة جدا البحرينية فتحية الشاعرة الله يحفظها تقول احنا لهجتنا مثل الفراشات نعم من بساطتها يعني حلاوتها نعم. يعني انا تعاملت في كل تنقلاتي في الدول العربية خلينا نقول يعني تعاملنا باللغة العربية لغتنا البحرينية هي المفهومة في دول العالم العربي مو بغلجة من الغرب من يعني من الغرب من الشمال أفريقيا المغرب وغيره إلى السودان إلى مصر مفهومة يعني لغتنا صحيح. لكن لو تجتمع مع أي واحد من إخوان العرب من أي دولة ثانية يمكن يعني تصيد كم من كلمة من عنده لكن لغتنا إحنا ولهجتنا المحلية جميلة جدا وسهلة ويعني وفيه تعابيرنا حلوة صحيح دكتور يعني احنا بعد شبعنا واحنا نترجم قصص اللي تينا من برا احنا تربينا على قصص ترى غربية أوروبية فاحنا الحين بحاجة فعلا احنا يعني ناخذ قصصنا ونبتدي نعيد صياغتها مرة ثانية ونقدمها حق الأطفال والناشئة بالتأكيد لكن أنا برجع حق سعادة العقيد يعني تكلمنا عن جانب زوار المعرض من الأطفال والطلبة لكن أنا بعد صادفت في ذاك اليوم يعني وجود سياح أيضا من خارج مملكة البحرين شلون تشوف يعني ارتياد السياح للمتحف العسكري طبعا هنا رواد المتحف العسكري احنا الأغلبية هم الطلبة الطلبة وإحنا مركزين على الطلبة لأن هي هو المستقبل هذا الطالب هذا النشأ هو المستقبل صحيح. نحن مركزين عليه للأسف عندنا شوي نوع من ما هي الثقافة نوع من العزوف البحرينيين البحرين نفسهم البحرينيين أما الأجانب هنا أكثر يعني أكثر لما نقول أن الزوار غير الطلبة هم الأجانب الجالية الهندية طبعا هي تمثل العدد الأكبر وثانية تي عقبها الجالية الفلبينية أما البحرينيين للأسف يعني المتحف موجود ومفتوح للجميع ومفتوح بدون أي مردود يعني بدون أي أي, أي أي تكلفة المتحف يوفر كثير من الأمور اللي تسهل على الزائر فهم الموضوع المتحف عنده من المختصين من المرشدين بجميع اللغات تقريبا عندنا 4 لغات عندنا الإنجليزي عندنا الفرنسي عندنا الأردو عندنا العربي طبعا هنا يعني نحرص على اختيار المرشد بحيث انه يوصل المعلومة بكل أريحية بكل يعني بكل سهولة بحيث أن المعلومة لما توصل قد ما توصل المعلومة قد ما يستفيد هذا الزائر ويحمل هذه المعلومة لغيره الحفظ الورث هو تناقل المعلومة صحيح لما أنا أعرف المعلومة وأحفظها زين لما أنقلها تنتقل الورث من مكان من 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 جيل إلى جيل آخر وأنا أنا قد ما نقدر في المتحف العسكري أنها نحافظ على المعلومة وندقق المعلومة قبل أن نعرضها لأن من مهام المتحف المتاحف هو المصدر يكون المصدر للمعلومة الصحيحة صحيح لابد أن يكون المصدر للمعلومة الصحيحة ولازم أن تصديرها للغير وتصديرها للشعب أو للزائر وكذلك يعني انا يعني سعاده العقيد يعني لو نتكلم عن السائح اللي يوصل البحرين من المطار يعني شلون يسمع عن المتحف العسكري على اساس انه يقدر انه يزوره في يوم من الايام اثناء فتره تواجده في مملكه البحرين يعني اثناء وصوله من مطار البحرين ويبغي يعني يزور معالم البحرين ومتاحف البحرين المتحف العسكري يعني شلون يقدر يسمع عنه ويوصل له احنا الحين في شراكه تقريبا مع هيئه السياحه في تطبيق هاي الموضوع بحيث ان هيئه السياحه هي اللي لها الباع الاكبر لنشر هذه النوع من السياحه طبعا المتحف العسكري ممكن طبعا نشر في الانترنت
في التواصل الاجتماعي نشر أي شخص يبحث عن 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 زيارة أو يبحث يزور البحرين ويبحث عن المتاحف بيشوف المتحف العسكري في التواصل الاجتماعي. سعد تسمح لي أود السؤال حق الدكتور. دكتور أنا في نفس السؤال أيضا أنا بس يعني السائح لما يوصل البحرين. نعم. إحنا عندنا مواقع أثرية عديدة. نعم. ما مدى سلاسة الوصول إلى هذه المواقع الأثرية في البحرين؟ حتى البحريني نفسه نعم حتى نعم. البحريني نفسه بيسوي سياحة داخلية بيروح المواقع يعني ما مدى سلاسة الوصول لها أنت حسب يعني تقييمك ونظرتك للمواقع الأثرية اللي عندنا في البحرين؟ شوف إحنا للأسف البحريني مثل ما تفضل سعادة العقيد البحريني أغلب البحرينيين غافلين هذا الوعي الثقافي بزيارة المواقع الأثرية والمتاحف. إحنا الطلاب لما يجيبونهم المدارس ما يجون. إحنا مشكلتنا هذه الكبيرة. إن أنت كيف تسوق أثارك وأنا أقول قبل ما تسوق أثارك خارج البحرين سوق أثارك على البحرينيين نفسهم. أنت أول تحتاج لك من يدعم ويأيدك في مشاريعك الثقافية ذي اللي هي المتاحف أو المواقع الأثرية. هي مثل ما تفضلتوا أنا تلخيصا لكلامكم سامحوني لأن الوقت ما شاء الله لا إله إلا الله يمشي وياكم سريع مر الساعة صار سريع وياكم. يجوز. تلخيصا لكلامهم الله يسلمك الهوية سور يحميك من أي أنواع الغزو الفكري الغزو الثقافي هو اللي بيحميك سواء كانت الهوية تجمع داخلها أكلاتك. سلوكياتك، موسيقى مالتك، قصصك الشعبية، حتى الخرافات كلها اللي نؤمن كلنا بنفس الخرافات. العقيد إبراهيم هزيم مدير المتحف العسكري مشكور على حضورك شرفتنا دكتور عبد العزيز صويلح ألف شكر عضو جمعية تاريخ وآثار البحرين شكرا جزيلا لحضوركم أثريتوا الحلقة وأثريتوا النقاش شكرا على ملاحظاتكم أشكركم فاصل يا جماعة ونرجع إن شاء الله سارة مثل ما كنا نسولف مع ضيوفنا في الفقرة السابقة عن أن الشعوب مهما اختلفت وتنوعت فيما بينها ترى تتفق في الأخير على الأكلات اللي يأكلونها أن القصص الشعبية حتى الخرافات نفسها يؤمنون فيها الأغاني الوطنية نفسهم يعني إذا يبون ذكرون ماضيهم ويعززون الشوق فيهم نفس الأشياء نفس الأغاني حتى طريقة الطباخ قاعدين يسولفون عن أول كنا نطبخ بهالطريقة فالشعوب تتفق على أشياء ترى بسيطة تفنن فيها والبحرين يدللها الله تبين عيني بس عيوني من خلقت الدنيا وإحنا هالبحر من فينا محافظ هذه الأغاني نعم. من فينا ما يحفظ غنية وطنية جديدة وقديمة على طول تركز في النفس قبل لا تركز في الـ في الـ في, الـ في الذاكرة الأغاني الوطنية إبراهيم من أكثر ميزاتها أن هي مهما تسمعها نعم. كل مرة كأنك تسمعها أول مرة صحيح. كل مرة نوع اللي تصيدك قشعريرة يتم اللحن في نفسك يتم الكلمات في بالك وأعتقد أن الأغنية الوطنية لها يعني إبراهيم تاريخ طويل يمكن حتى ما بدأت بالأغاني اللي يمكن يعني تدغدغ المشاعر لا بدأت يمكن الأغاني الحماسية أو الأغاني الحماسية غالبا كانوا الجيوش والمقاتلين دائما هم كانوا يستخدمونها عشان تحمسهم اكثر بعد عشان ويبذلون قصارى جهدهم مثل ما يقولون وتلقين يعني غالبا بعد حتى الاغاني الوطنيه الخاصه بالمقاتلين لها رنه واحده عشان كلهم يتحركون تحرك واحد مع بعض فالاغاني اعتقد يمكن اذا بنسولف بعدين مع ضيوفنا اعتقد لها الوان مختلفه الاغاني الوطنيه صح على حسب حتى يعني من هالفئات اللي يغنونها هذه طبعا
واحنا مساعة ندور عن شنو هي اول اغنيه وطنيه في البحرين، او شنو اول هزوجه على قولة حذيفه. هزوجه يحبون الكلمات الصحفيين يحبون الكلمات الغالجه شوي. وش قالت لنا؟ مشرقبه، لولو مشرقبه ومزدانه. وبسام يقول شنو؟ بسام يقول مقزز ما شنو. لا لا عنده كلمه بعد شيء غالجه بس ما قالها. وتفاجأت طبعا زميلنا محمد بعيد ابو فاطمه قال لي اغنيه اه يا سلمان. انا اول ما قال لي اه يا سلمان قلت له اوه اه يا سلمان مالت ملفل عويد. قال لي لا لا انت تشيكن ناجتس. اي اعتبرت تشيكن ناجتس. لا لا يا سلمان غير. اه يا سلمان غير. شلون غير؟ مالت محمد بن فارس هو يقصد بعيده. ها بعيده بس نفس اللحن. ايه بس نفس اللحن. ها يعني نفس اللحن استخدموه في ملفل عويد بس استخدموه المطلع صح اللي هو جيته جيت يروحي فوق السطوحي عقلي وروحي هالولد اه يا سلمان. هاي لها قصة بعد يمكن ناخذها بعد من ضيفنا بعدين. اعتقد لها قصة ايام كانت في حرب في نجد في ذيك الفترة وغنوها. بس ترى على فكرة ترى الوطنية سارة صحيح تعتمد على الأهل على الأسرة وغالبا يعني تلقى اليدات والكبار في السن يفسر لك معنى الأغنية هذه ليش صارت في ذي اليوم ذي التحديد. ما احنا ما ننكر دور الأغاني الوطنية يا جماعة في رفع الروح الوطنية. تدرون ان تقريبا في دول العالم في أغاني وطنية يحفظونها اليهال منهم صغار ويفهمونهم المعنى ويخلون اليهال كل ما يسمعون يحسون بالفخر انهم ينتمون حق هاي الديرة. طبعا لو نتكلم عن فروع الأغنية الوطنية ما بنقدر نحصرها لها فروع كثيرة، بس في بعضها يتغزل في الديرة، في بعضها يتذكر أمجادها، ونوع ثالث مثلا يتكلم حتى عن أهلها وفرجانها، ونوع رابع يتكلم عن قادتها، وفي طبعا أغاني وأنواع ثانية تشمل كل شيء. هي طبعا الأغاني الوطنية إبراهيم هي طلعت يمكن بعد الأغاني العاطفية ولها تاريخ ولها أهمية ولها مثل ما قلت من شوي فروع ولها ألوان معينة مستخدمة وحتى لها بعض الإيقاعات والموسيقى المعينة اللي تستخدم. فأنت اللي أنت تسمع مثلا أغنية وطنية إماراتية تعرف أنها هي أغنية إماراتية حتى من البداية من المطلع. تعرف الأغنية الوطنية البحرينية، تعرف الأغنية الوطنية السعودية، تعرف الأغنية الوطنية الكويتية. فيمكن كل أغنية لها ميزاتها. بس إحنا محضرين لكم تقرير نتذكر فيه الأغانينا اللي إحنا حافظينها. بنغني كلنا في هالتقرير وبنرجع. كل الناس فيهم وفاء واحساس، فيهم وفاء واحساس، وتراب هالغالي حق غير من حبها. حالفنا ما ينداس، حالفنا ما ينداس. تفنن في هوا البحرين ودللها ودللها مثل زورة مايل في شواطئها. تفنن في هوا البحرين ودللها ودللها مثل زورك مايل في شواطئها. ترى البحرين تعرف اللي واصلها وتدري زين منه اللي يداريها. تفنن في هوا البحرين، تفنن في هوا البحرين ودللها. نعم يا نور عيوني، نعم يا أحلى أيامي، نعم يا عمري الغالي، أمي أبوي عيالي. يا أغلى وطن في الدنيا أنت يا بحرين. نعم يا نور عيوني، نعم يا أحلى أيامي، نعم يا عمري الغالي، أمي أبوي عيالي. يا أغلى وطن في الدنيا أنت يا بحرين. ديرة ملفانة وملفل أياوي. صادفك مر الدهر في أبعد بعيد، أرجع لو كنت القهر تلقى لك عيد، تلقى لك
الأغاني الوطنية مثل ما قلت من شوي هي في كل سنة يعني إبراهيم تجدد فينا مشاعر يعني من بداية ديسمبر عيون الدمع. احنا بنناقش اليوم الأغنية الوطنية مع الموسيقار اللي هو الدكتور مبارك نجم، اليوم منورنا في استوديو برنامج الراي في هالحلقة الاستثنائية بمناسبة العيد الوطني. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا ومسهلا، وكل عام وانتم بخير، وتوجه القيادة الرشيدة وبارك لها بالعيد الوطني، على رأسه طبعا سيدي جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وإلى ولي العهد ومعالي وزير الداخلية وجميع أهل البحرين الطيبين. كل عام البحرين بخير. دكتور احنا يمكن سوينا مقابلة قبل أن نطلع على الهواء وياك. المقابلة صارت من قبل بعد قبل من قبل مع معاي ومن شوي مع ابراهيم. الله يعينكم، ابراهيم بيتعلم مقامات شباب. ابراهيم بيتعلم مقامات. اي مقامات، لا ما قلت آلة موسيقية. دكتور انا اسمح لي ساعات احيانا يمكن اسئلتي شوي في قلجة، بس انه انت ما شاء الله عليك يعني سلم عمرك فتحة من فتاح الثقافة والعلم والجانب الموسيقي. في انا قريت من فتره في احد الكتب اللي تهتم بقياس الثقافه عند الشعوب، موسيقى اظن الجاز النمساويين صاروا يقيسونها يعتبرونها راس مال ثقافي. نعم. ولما يعني يشوفون هل ما زال الشباب في بلدانهم يتذوق هذه الموسيقى ولا دخلت عليه موسيقى الروك والموسيقى الحديثه والعصريه. نعم. احنا بالنسبه لنا شنو هو التراث الموسيقي اللي لازم نحافظ عليه واللي عزز فينا هويتنا؟ هو طبعا كل تراث موسيقي يعني انت لما تكلمت عن الجاز، هذا الجاز طبعا يعني شكل من الاشكال الموسيقى، لما اما طبعا البلدان الاخرى اللي احبت الموسيقى الجاز او اللي حتى اللي اسست موسيقى الجاز وحبتها وانتشرت الموسيقى، يعني ما كانوا غافلين عن جميع الفنون الاخرى، يعني يمشون كلهم في خط متوازي، وأنا أتهيأ للبلد لازم تحافظ على كل نتاج فني. نعم. بكل أشكاله. نعم. يعني حتى فن الصوت بكل أشكاله. الصوت طبعا الصوت هذه الأغنية الخليجية. اي نعم. هذه روح الأغنية الخليجية هو الصوت. هل تطوير الأغنية القديمة يعني أو نحولها إلى أغنية عصرية دخل عليها آلات موسيقية جديدة، هل هاي هو التطوير؟ هذه شكلي يعني أنت شكل الأغنية بتغيره، يعني أنت بتغيره بتضيف إلى آلات جديدة. نعم. تقنيات جديدة، تسجيل جديد، توزيع جديد، يمكن يعني توزيع إضافة بعض يعني إحنا كلمة التوزيع بصراحة يعني عندكم وايد غلط فيها. يعني هذا جانب، يعني أنت بتقدمه بصورة أفضل يعني من التسجيل القديم، إنما أنت تتناول مثلاً ممكن تتناول أغنية يعني لحن شعبي، ولكن أنت تبني عليه، يعني تبني عليه تنويعات وتبني عليه جمل لحنية جديدة. دكتور الأغنية الوطنية بشكل عام شنو أهميتها؟ طبعاً الأغنية الوطنية طبعاً ضرورة ثقافية وضرورة حضارية، مع أن هي طلعت في وقت متأخر يعني بعد الأغنية. طبعاً هو الأغنية هي يعني بصراحة الأغنية الوطنية بالخليج عندنا أغنية حديثة، يعني هو تعبير، هو شكل من أشكال الغناء أو التعبير الفني جديد على الـ على الـ على الـ الأغنية البحرينية، وجديد حتى على الوطن العربي، يعني مثل الأغنية الوطنية طلعت لما تشكلت الدول. صح. و و وأصبحت تنادي بقومية وبوطنية، فالأغنية أكبر يعني شكل تعبيري لتجسيد يعني الانتماء والمنجزات ويعني كل منجزات البلد. الأغنية الوطنية يعني صارت ضرورة للمجتمع، يعني حتى عندنا بالبحرين في البداية أيضا كانت ضرورة، كانت طبعا إذاعة البحرين أول ما بدأت كانت المكتبة فقيرة جدا ما فيها أغاني وطنية، لأن بلد جديد وتكون وكذا، حتى الكويت لما استقلت رغم أنها هي عندها استوديو كان وعندها موسيقى، لكن أيضا استعانت بمطربين يقدمون لها الأغنية، فذيك لون تعبيري
جديد على 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 الأغنية الخليجية وحتى العربية. حتى العربية أول ما بدأت استغلت الجانب الحماسي العسكري. نعم صح. فصارت الأغنية أي شيء فيها عسكري كذا يقول لك أغنية وطنية. يعني في البداية يعني هي يمكن لها أشكال مثل ما قال إبراهيم في الـ في الـ في البداية. إذا تقول لنا شنو أشكال الأغنية يعني أشكالها وفروعها، فروع الأغنية الوطنية؟ هو طبعا متفرع الأغنية طبعا. هو في البداية استغلوا المارش العسكري. نعم. وعملوا منه أغاني يعني وطني حبيبي وطني. أيه. الأكبر مري. نعم. أو كل الأغاني بلادي بلادي. نعم. كلها طابع عسكري. بدت يعني هذه كان عندهم المفهوم في ذاك الوقت أن الأغنية الوطنية هي لازم هذه الصورة. لغاية ما بعد فترة يعني صارت الأغنية الوطنية هي كان في البداية كانت الحماس يغلب عليها. كانت الأغنية ليه بعدين مع مرور التجربة وصارت تجربة أكثر غنى، فصارت لا صارت الأغنية تتغني عن جمال البلد، عن الروح الجميلة في البلد، عن القادم. عفوا عن القادة، قادة البلد أيضا تكون في أغاني. هذه جانب آخر من الأغاني يعني من الأغاني الوطنية. من الأغاني الوطنية بنروح حق موضوع الأغنية السياسية. نعم. أوكي. أو يعني في أغنية حماسية، في أغنية سياسية، في أغنية وطنية. يعني لكن يعني الفنان البحريني والفنان الخليجي أيضا والعربي أدرك إن الأغنية الوطنية يعني مش شرط أنها تكون حماسية. صارت حماسية بضمن على لأن الدول كانت دول مواجهة. يعني فكانت تبي تشحن الشعوب ظروف يعني الظروف ذاك الوقت كانت تحتم أعتقد هالنوع من الأغاني الوطنية. يعني الأغنية الوطنية الفلسطينية تختلف. نعم. عن الأغنية الوطنية الخليجية. صح. نعم صحيح. لأن هذيك دول بس دكتور أكيد في ألوان موسيقية بعد يعني البحرين أعتقد في لون بحري ولون بدوي. هل عندنا لون ريفي بعد حق الموسيقى الأغنية الوطنية؟ للأغنية الوطنية يعني في الشام يعني نشوف في ألوان يعني لا الأغنية البحرينية إيه طبعا. أي. فيه كل هذه الألوان كلها كأغنية بحرينية شاملة يعني. أي. يعني شنو أمثلة مثلا عندنا أغنية لونها بحري وطنية؟ إيه طبعا في أغاني بحرية. أي. في الفجري هذه. أي. طبعا. أي. كل فنون البحر. أي نعم. لا أقصد أغنية بكلماتها يعني إحنا مو موسيقيين يا دكتور الله يحافظ يعني بالعكس لكن أنت لما بتسمع بتعرف نذي هذا لون بحري يعني. نعم. وبتسمع لما تسمع اللون الريفي بتعرف نذي اللون ريفي يعني. ولون يعني البحريني أو لون. وعندنا ألوان طبعا وافدة، عندنا فنون وافدة من الجزيرة. أي. العربية ووافدة من أفريقيا ووافدة من الساحل يعني الشرقي من يعني عاد تصدق عاد يعني بعد الحين هم بعد ناقل وطني عاد يروج لهم يعني قلفير من ننزل عليها الان ويشغلون لنا الموسيقى هذه. نعم. الجميل اللي انت مسويها الله يحفظك. الله يسلمك. واصلا بعد حتى من التيك اوف اذا انت مسافر من برا يشغلون لك اياها تبتدي انت تشتغل وياك عاد تذكر عاد هذه اغنيه بحرينيه اغنيه يعني بحرينيه ما هي وطنيه لكن لا هي من اغاني وطنيه تصنف كوطنيه. لا أنا اختاريت خمس أغاني وطنية. نعم. وخمس أغاني عاطفية. نعم. فلكن الوطنيات يعني كانت يعني أنا تناولت تناول جميل. نعم. أوركس هذه توزيع يعني تناول أوركسترالي سامفوني. نعم. أدت فرقة أوركستر يعني مو فرقة بلغاري أظن في نعم أوركستر بلغاري سامفوني. دكتور من أكثر الأشياء اللي تميز الأغاني الوطنية البحرينية هي الكلام بالإضافة للحن هي الكلام. صح. إحنا طبعاً المفروض شاعرنا الكبير علي الشرقاوي يكون موجود معنا لكن للأسف يعني مثل ما الكل يعرف حالته الصحية الله يشافيه ويعافيه ويقومه بالسلامة إن شاء الله. إحنا رحنا بيته زرناه أخذنا معاه هذا اللقاء عن الأغنية الوطنية نشوفه ونرجع مرة ثانية نكمل مع الدكتور مبارك. الأغنية الوطنية بصورة عامة تعبر عن مشاعر الإنسان تجاه الوطن. يعني القصائد أو الأغاني الوطنية تنكتب أيام طول الفترة طول العام نكتب عن الوطن، لكن في فترة معينة هناك في اهتمام يكون
تحويل هذه الكلمات إلى لحن، وهذا شيء جيد. كانت ذيك الفترة في كان اهتمام أكثر من الآن بالأغنية الوطنية. يعني قبل 10 سنوات كانت عشرات الأغاني تنكتب وتلحن وتذاع وتنشر ويعمل لها فيديوهات وسيناريوهات تصور هذه الأعمال، لكن ما في اهتمام حقيقي من قبل الإذاعة والتلفزيون بالأغنية الوطنية، بحيث أنه تعمل ممكن مسابقة بين 20 أغنية يختارون أغنيتين 3 4 أغاني. إحنا ما نحتاج حق دروس في التربية الوطنية، لأن إحنا نتربى وطنياً. مفترض الإعلام يهتم أكثر بهالناحية. كان مشروع أغنية في العالي في المهرجان الأغنية الأول، إحنا مشكلة كان عندنا مهرجان جميل إحنا قضينا عليه، هو الأول والأخير المهرجان اللي قدمت فيه أغنية في العالي. يعني في ملاحظة يمكن كثيرين يعرفونها ومو جديدة، اللي هي أن أغلب أغانينا اللي نرددها الآن هي أغاني طالعة من مسابقات التلفزيون، أكثر منها يعني مثلا نعم نعم نحبها وديها، هي من مسابقات ملف الأياويد أو ملف الأياويد نفسها أيضا من ضمن هذه، أو مثلا أغنية شنها الوطن من خلال مسرحية. كنا نحاول قدر الإمكان أن نرفع أو نعيد التراث، ما نعيد التراث، التراث لا يعاد، إنما ندخل أو نستلهم التراث من أجل يعرفونه الجيل الجديد اللي ما عاشوا المراحل السابقة. من الأغاني اللي أذكرها أشم خطوة هواء، ما أدري الهواء من وين، إحنا الله يسلمك ندور لنا أي عذر عشان نكتب عن الوطن. يعني في العالي لحن خالد الشيخ أيضا كان أصلها من ضمن مسرحيات وطن الطائر، مكتوبة هذه في يعني العمل قدم في بداية الثمانينات، اشتغل عليها مرة ثانية، كتبنا كتابة مختلفة. هذا كان شنها في غابتنا بيني وبين خالد الشيخ ومبارك نجم، أيضا قدم أعمال جميلة جدا. يعني للحين أنا أوقف دائما أمام أغنية مالت بعد مسابقات اللي هي البيرق المرتفع، بكي ارتفع راسي. احنا كمجموعة مهم عندنا نقدم شيء يخدم الوطن أو يخلي الوطن نرسخ في ذهن المتلقين وبالذات الأطفال، لكن الأغنية بعد تبقى تعبر عن مشاعر صادقة، مشاعر إنسان. الأداء، اللحن، أنا أسمع بعض الأغاني اللي كاتبها أنا أصيح. أنا كنت أتعالج في لندن وكان مفترض أنه أمد 3 شهور، بس أنا من طبيعتي بالذات في العيد الوطني ما أقدر أكون برا على البحرين، أحس أنه لازم أجي عشان أفرح مع الآخرين. من الأغاني الجميلة اللي وقفت عندها شخصياً أغنية بلد عيني، أو أسميها عنوان عشق لا ينشرى ولا ينباع. بلد عيني، بلد قلبي، بلد روحي، بلد مثل العشق ما ينقسم نصين. أنا أتمنى أن شاعر الكبير علي الشرقاوي الله يعطيك الصحة والعافية، أتمنى أنك تشوفنا الحين، وبذكرك بمقابلة لك كانت في قناة خليجية قلت فيها لن أتوقف عن كتابة الشعر إلا إذا توقفت عن تنفس الهواء. فإحنا ننتظر شعرك ترى. الله بلد مثل العشق ما ينقسم نصين. يعني الأستاذ علي الشرقاوي قبل متى كان الأسبوع اللي طاف أو قبل أسبوعين كان معنا الأستاذ أحمد مقلة، كنت أقوله تحت الهواء أنت من الأشخاص اللي لك غرفة في الذاكرة،
واحنا ذكرتنا فيها غرف ما شاء الله، من ضمنها غرفة للأستاذ علي الشرقاوي وكلمات الأستاذ علي الشرقاوي، سواء كانت الكلمات الوطنية، سواء كان كلماته أيضا حتى في الأعمال التراثية سابقا. دكتور، الكلمة في الأغنية البحرينية، الأغنية الوطنية البحرينية، ليش عايشة؟ وايد عايشة صح ولا لا؟ بالرغم من بساطتها. لا، جميلة طبعا، غنية جدا كلمات، يعني بالذات الأستاذ علي الشرقاوي، يعني من أفضل من كتب الأغنية الوطنية اللي هي عاشت في وجدان الناس. وللعلم حقيقة أقولها وأنا ملحن، أقول إن الأغنية الوطنية الكلمة هي روح الأغنية. الكلمة هي روح الأغنية في الأغنية الوطنية. لو شلت اللحن تلقى لحن كلش عادي وبسيط، لو حطيت عليه كلمات ثانية بيمشي، لكن لما تسمع الكلمة، لو تسمعها من غير لحن، لو تسمعها إلقاء بس، تلقاها تأثر فيك تأثر كبير. ومعظم الأغاني الوطنية الناجحة نجحت لأن كلماتها قوية جدا، مو لأن ألحانها قوية. الله. معظم الألحان اللي نسمعها، معظم الألحان للأغنية البحرينية، معظم الألحان اللي نسمعها ألحان كلش بسيطة وعادية. نعم. جدا عادية وبسيطة جدا، وتتردد، وإحنا نقول في الموسيقى يعني سيكونس، وتنعاد وتنزل شوية وكذا، لكن اللي يميزها هي الكلمة، هي قوة الكلمة. هذه اعتراف كبير ترى من موسيقار عود. طبعاً. بس هل هذه هو يعني دكتور لا علاقة بثقافة المجتمع الخليجي، إنه مجتمع سمعي، مجتمع يتأثر بالكلمة، ولا الأغنية الوطنية في العالم كله تعتمد على الكلمة؟ تعتمد بشكل عام. يعني بشكل حتى في المجتمعات اللي في كل المجتمعات الموسيقى عندها مثلاً لها تقدير أكبر، يعني بالضبط. يعني مثلاً في أغنية، في أغاني مصرية ناجحة أيضاً. نعم. تلقى هالكلمة في منتهى القوة، وتلقى الألحان في منتهى البساطة. نعم. دكتور، شنو اللي يخلي الأغنية الوطنية تعيش؟ يعني احنا عندنا اغاني لا يمكن ان احنا كل ما نسمعها، هي اغاني قديمه مثل اللي عرضناها يمكن من شوي، هي قديمه جدا ولكن باقيه معنا، كل ما نسمعها وكأننا نسمعها لاول مره، نعيش معاها لاول مره، نتاثر فيها. يعني احيانا اقول حق ابراهيم من شوي، من ديسمبر بس يحطون الاغاني الوطنيه على طول، احنا الدم عين سجل، الوطن عايش فيه، الوطن عايش فيه. لا بس والله في اغاني، يعني شوف الاغاني القديمه دكتور، مثل اللي حطينا من شوي حق يمكن الفنان ابراهيم حبيب، حق الفنان احمد الجميري، في الحان عايشه معنا، في كلام عايش معنا لدرجه ان احنا نعرف من اللي ملحن، من اللي كاتب الكلمه، من اللي بالرغم من بساطه اللحن، من رغم من بساطه الكلمه، الا هالاغنيه عايشه. ممكن تينا اغاني وطنيه في 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 وقت، حتى بعض الاغاني الوطنيه الحديثه اللي صارت في الفترات الأخيرة يمكن ما عاشت معانا كثر ما عاشوا الأغاني اللي قبل. شنو سر الخلود؟ أولاً الله يسلمك، طبعاً الوقت له تأثير. إن أنت سمعتيه لمدة سنوات طويلة ومرت عليك، سمعتيها وأنت صغيرة، وسمعتيها في المدرسة وكبرتي ومعاها، وارتبطت بذكريات معينة وياك، وعاشت وياك طول هالفترة. يعني فمن الصعوبة نحكم على أغنية جديدة، يعني حكمنا بأغنية مرت عليها سنوات طويلة. وبعدين أنت لما تحبين أغنية الوطنية، الوطنية المناسبة بحد ذاتها فيها طاقة قوية، يعني كل الناس هذا الشعور الوطني الجياش فيه، فأنت تتقبلين الأغنية بسرعة. يعني النفسية والجو مناسب ان انت يعني تتلقين هذه الاغنيه بسرعه، لان انت مهيئه لها، كل شيء قدامك مهيئ للعيد الوطني، من الزينه، من افراح، من اجازه، من اي شيء، اي شيء كان، فكله مهيئ له، فلذلك الاغنيه تبقى وياك. وبعدين مثل ما قلت، ان هي ما دام وطنك يعيش معاك وانت شايلته وعايش وياك في كل لحظه، مستحيل هذه تتخلين عنها الأغنية اللي حبيتيها. والأغنية اللي عبرت عن حب الوطن بصدق، مستحيل تتنازلين أو تنسينها، تم تعيش معاك. لاحظي معظم الأغاني اللي عبروا عن حب البلد بصدق موجودة. الوطن هو أمي وأبوي وعيالي. الله. أمي وأبوي عيالي. يا أغلى وطن في الدنيا أنت يا بحرين. شفتي الكلمة تقولينها، قلتيها من غير لحن. صح.
لكن تحسين فيها أيضا. أكيد أكيد. لواء الدكتور مبارك نجم الموسيقار الكبير، تشرفنا بلقائك اليوم، واحنا انا وابراهيم اذا تمينا نسولف معك عن الموسيقى ما بنخلص، خاصه انه هو بيتعلم المقامات. انا فاجئني فاجئني انه هو بيتعلم المقامات. يعني هو عندي طموحات وايد. شكرا لك على لقائك. ناخذ فاصل ونرجع مع لولو. الإنسان عنده هدف، أو خلنا نكون أكثر تحديداً شوي، يعني خلنا نحددها، وكل خلنا نقول أن كل مواطن صالح عنده هدف، وعادة ما يرتبط أو ترتبط الأهداف بتنمية الوطن. يعني يكون عند الشخص هدف أنه يسعى من خلاله أنه ينمي ديرته، هذه الديرة اللي احتوته عطته وفرت له سبل العيش والأمان كجزء من رد الدين. ضيفنا اليوم شاب في مقتبل العمر يحب ديرته مثل باقي شباب البحرين الخيرين، وفكر شلون يرد جمايل هالوطن اللي من المستحيل ان احنا نقدر نرد جمايلها مهما سوينا. هذا الشخص طلع بفكره مغايره على المستوى المدني، سوى شيء يشبه اللي احنا نسميه باللغه العاميه الفزعه، يعني اذا عندك فعاليه وتحتاجون مسعف ستاند باي فهو موجود مع فريقه، او اذا صادكم الله لا يقول اي نوع من انواع المكروه لا سمح الله راح تلاقونهم موجودين بكل حزه. ما بتكلم اكثر عن هذه المبادره عشان لا احرقها، لان ابي صاحب الفكره هو اللي تكلم لكم عنها بنفسه، بس خلنا قبل لا نستقبله نشوف معاكم هذا التقرير. معنا في الاستديو الاستاذ فهد ياقوت مؤسس فريق كون مستعد. مساء الخير. والله صراحه سعيده جدا باستضافتك في هذه الايام، يعني ايام احتفالاتنا باعيادنا الوطنيه. فهد كلمني عن فكره المشروع الرائد الوطني، يعني نقدر نسميه ان شاء الله. حاضر. اول شيء ابارك لجلاله الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد، وبارك لنفسي ولكل بحريني مناسبة يوم الوطني، والله يعود على بحريننا إن شاء الله بخير وأمان. آمين. طال عمرك بدأت من 2001، كان عندي كتيب بسيط جدا عن الإسعافات الأولية، كنت بين فترة ثانية أقرأ فيه، والأمان كان دائما عند راسي. في 2008 الحمد لله قدرت أدخل دورة في إدارة الكوارث، ومن يومها يعني حسيت إن بعد ما حصلت الرخصة على الإسعافات الأولية وتعلمت على انواع الحرائق وشلون اطفيها، حسيت لما اشوف شيء قدامي الله مطرشني له حق انقذ او اطفي. كان البشر نغث البشر، وكان شيء البحرين هي امي، فلازم ابرها وابر الاخواني البحرينيين او المقيمين او اللي على الارض نفسها. يعني جميله فكرتك، رائده من نوعها، ان تكون مسعف متبرع في كل الفعاليات. نعم. تاسس لك فريق زين يعني إذا نتكلم عن العوائق اللي صادفتك وتتكون هذا الفريق، خصوصا انه هو يعني احنا تعودنا ان هذه الامور تقوم فيها الدفاع المدني، تقوم فيها جهات مختصه، ما يقومون فيها افراد من نفسهم يعني متطوعين. ما اتوقع ان احد يوقف واحد في الشارع يقول انا بسعفك وانا متطوع، بس انت ما شاء الله عليك عززت عندنا هذه الثقافه الجديده على مجتمعاتنا. للاسف ان في ناس وايد ياخذون بطاقه اسعاف اوليه او اسعافات اوليه تنحط في البوك، أو يقول حق البيت أنا عندي إسعافات أولية أو حق الشباب،
لكنه بالفعل ما يفعلها. ليش ما تفعلها؟ خايف من التساؤلات. لكنه في الدورة نفسها لما يعطونا البطاقة يقول لنا أنتم الحين مخولين تنزلون حق حوادث طرق أو أي إصابة تصير قدامكم، فليش تخافون أو ليش يخافون من تساؤلات قانونية طول ما هم بيشتغلون أو بيسوون الشيء اللي تعلموه بحذافيره؟ وثاني شيء، احنا كفريق الحمد لله قدرنا نأسس روحنا وصرنا صار عندنا شغف. لما نشوف اسعاف هي شال اصابه او الحادث نتحسف انه اب احنا اللي او احنا اللي ساعدناه، فنبي كل احنا نكون في الواجهه او احنا في الامام. ما شاء الله فعاليات كثيره على مستوى البحرين شاركتوا فيها، لو تكلمني اكثر عن طبيعه مشاركاتكم في هذه الفعاليات، او حتى بعد تكلمني عن شلون اللي تقدر الفعاليات انها تستعين فيكم كفريق. احنا في بعض الفعاليات يعرفونا او بعض المنظمين يعرفوننا فيتواصلون دايركت معي، في فعاليات ثانيه احنا نطلب منهم ان نتواجد وياهم، خصوصا لما نشوف فعاليه ممكن فيها اصابات، فما نحب ان ندري ان في فعاليه واحتمال فيها اصابات نقولها خلهم، لا احنا نبادر نروح نكلمهم، احنا مسعفين ونبي نشارك كمتطوعين. ومن ضمن الفعاليات اشكر عدائين البحرين، لجنه عدائين البحرين على ثقتهم السنه لنا الثالثه او الرابعه معاهم، و في العرس الوطني ممكن موجودين إن شاء الله في بحرين أولاً، والأمانة تدريبات بحرين أولاً كلها كل يوم موجود مسعف أو مسعفين يغطون التمارين، ومن ضمنهم مدينة الشباب نشارك فيهم مدارس، واليوم الحين موجودين ربعنا جزاهم الله خير في This is بحرين اللي في استاد بحرين الوطني موجودين كمسعفين، وقبلها كان أمس وأول أمس مثل ما قلت مساعف في بحرين أولاً، تمارين بحرين أولاً، وإن شاء الله باكر الصبح عندنا مع عدائين البحرين في كروس آيلاند. أنا بعد شفت لك صور في آيرون مان. نعم، أتشرف أن المتطوع المسعف الوحيد مع الخدمات الطبية الملكية مسعف وياهم كنت. فهد اكيد شفت مواقف يعني تعور القلب كون نعم. شغلك يعني، وحتى احنا شفنا في الفيديو وعرضنا حتى تقاطف في حرايج وانت لابس ثوب يعني نعم. فتكلمنا عن بعض هذه المواقف اللي فعلا لامستك. مواقف وايد وبعضها ممكن تكون قاسيه شويه، لكن لازم نخلي الجانب العاطفي، عندنا روح او عندنا شيء يحترق ممكن يطير من المدى البعيد، فلازم اكشن يصير. إنسان إيه إنسان، يعورني قلبي. بعض أحيانا في موقف تتم في الذاكرة لما تشوف واحد من قلب أو جزء من الإنسان رايح أو أعضاءه، فتتم في الذاكرة، لكن ما أقدر أخليه وامشي، لازم أقوم فيه. والله كفو عليكم، يعني هي الفكرة كلها رائدة، يعني مجالها جديد على المجتمع البحريني، تعزز الحس الوطني. مساعة تحت الهواء قلت لي إن أنت الفارق عندك كانت 2008. نعم. قلت لنا قبل 2008 كنت إنسان عادي مثلك. نعم. مثل أي شاب. 2008 هي نقطة التحول، لو تكلمنا أكثر شو نقدر نعزز المواطنة من خلال هذا العمل التطوعي؟ لما الإنسان يحس أن البحرين أمه وواجب أن يبرها، بتحصلين بأي طريقة من الطرق بيسوي شيء. كان مبدع أو كان عنده مثلا الرسام، شوفني يرسم دائما لوحات وطنية، الكاتب تشوفني يكتب كله في البحرين، فخلنا نوظف الأشياء اللي عندنا في وقت فراغنا، ووقت فراغنا بعد نخلي وقت أساسي حق البحرين ونوظف شغلنا فيه. والله جميل، يعني لو كل شاب بحريني يأخذ هذا المنحنى ويقول أنا والله جزء من وقتي عشان أرد الدين اللي ما ينرد، مستحيل ينرد. وخصصه حق البحرين، كان الحين نحن ما شاء الله علينا يعني شبابنا فيهم الخير. نعم. بس أعتقد إنه يحتاجون حق تحفيز. يحتاجون، وغير يعني مثلاً يكون مستعداً الحين مستمر هو بفضل الله ثم حق الاعضاء الموجودين فيه واللي حاطين عاتقهم كل مستعدا وخدمه البحرين. للاسف ان نواجه صعوبات حتى بتقبل الافكار. انا عندي مشروع بقدمه نادر ما نحصل واحد يوافق عليه. ليش؟ خصوصا لما يكون شيء رائد مثل ما تفضلتي او شيء جديد، الناس تخاف دائما من الشيء الجديد. صح. إيه، فالحمد لله يعني 4 سنوات أنا كنت أحاول أسس فريق، قدرت أسسه بعد 4 سنوات، الحين الحمد لله أشوفه وأشوف في فرق ثانية قاعدة تطلع، والشيء هذا وايد يسعدني. أكيد. أن
توزع. اذا ما عرفوا كل مستعده كل بيعرفون فريق ثاني، اذا كل مستعده من شغله هنا في فريق ثاني فاضي هنا، فالهدف واصل. فهد مو على مستوى البحرين بعد، انت ما شاء الله عليك يعني طموحك طلع برا البحرين للخدمه. نعم. ورحت الاردن. نعم. مخيم الزعتري تحديدا. نعم. تكلمني عن هذه التجربه. التجربه هاي كانت فارق وكانت حلم، يعني تعرفين لما تشوفين الناس في المخيمات اشلون مع اللاجئين يتعاملون معاهم، شغف كان فينا او كان فيني بوصل ذي المكان، والحمد لله وصلت له. قدمت هناك تقريبا حق 500 شخص اسعافات اوليه، او اسف محاضرات اسعافات اوليه حق 5 قطاعات. وبعد ان شاء الله في اشياء في المستقبل اطمح لها. احنا ابيك انا تكلمني على المستقبل، وابيك تكشفني شنو الامور اللي تطمح لها عقب هذا الفريق. عقب هذه الزياره لا اطمح لها بالضبط، اطمح اوصل حق افريقيا، حق الناس البساطه في افريقيا، حق الناس اللي يحتاجون اسعاف اوليه ويحتاجون علاج. احنا الامانه عندي طبيب وعندي ممرض نبي الروح، بس الروح تحتاج الى تسهيلات حكوميه، تحتاج حق تمويل حق نوصل حق المكان اللي احنا نبيه. هذه على مستوى الشخصي. زين اذا على مستوى كن مستعدا. كن مستعدا. انتم فريق. نعم. واحنا نعرف انه يعني الفريق ما له صيغه قانونيه، ما نعم. تبون تحولون حق جمعيه او اي شكل ثاني ياخذ صيغه قانونيه؟ صيغه قانونيه. ولا ما فكرت فيها؟ والله مفكر فيها. مفكر فيها، لكن بعد احتاج يعني احتاج اكثر دعم. طول ما عندك دعم ما تقدرين تصيرين، حتى لو بتصيرين شيء رسمي بدون دعم توقفين في وقت بتوقفين فيه. احنا نشكر بصمة خير، جمعية بصمة خير داشين تحتهم، لكن بعد ما نحصل الدعم اللي احنا نحتاجه من معدات، يعني اذا حكيت في اليوم 4 فعاليات احيانا اكيد في نفس الوقت، وين تدبرين مثلا كل فعالية تحتاجين شنطتين اقل شيء شنطتين سعفة اولية، فهذه كلها من جيبكم الخاص. اي والله كفو عليكم صراحة. يعني صراحة إذا نشوف فكرة رائدة مثل الفكر اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، شباب بحرينيين يضحون بوقتهم بفلوسهم حتى بأمور معينة، يقول لك البحرين لأنها أمي وأنا برد لها جزء من الدين فبخدمها. يعني أتمنى أن كل شباب البحرين يصيرون نسخة من فهد، يحذون حذوة. نتمنى فهد باقي الشباب البحرينيين يدخلون على موقعكم او على موقعكم في الانستغرام وسائل التواصل وينضمون ياخذون هذا الليسن ويبتدون يساعدون. يعني صراحه انا جدا فخوره ان انت كنت معانا اليوم في اعيادنا الوطنيه اللي قاعدين نحييها، وشلون عززت عندنا الحس الوطني ما اقدر اقول لك الا كفو عليك. تسلمين وبشرك، البحرين فيها شباب احسن من فهد مليون مره، وان شاء الله تكون دائما عند حسن ظنكم ان شاء الله يا إن رب ان شاء الله. مشكورين اعزائي المشاهدين، كنتوا معانا في الراي، تصبحون على خير.